هل يصح للرجل أن يجلس مع بنات عمه أو عمته أو بنات خاله أو خالته؟ إذا كان ليس هناك محذور فلا بأس، ولكنه لا يتحدث إليهن ويتحدثن إليه، لأن هذا الحديث قد يفضي إلى فتنة. لكن لو فرض أنه زار بيت أقاربه ولم يحصل خلوة ومعه أهله وكذلك أهل البيت معهم محارمهم فجلسوا في مجلس واحد فلا حرج في ذلك. أما التحدث بلا نساء لهم محارم له فإن ذلك بلا شك يوجب الفتنة، وكلما بعد الإنسان عن الفتنة كان أسلم لدينه وأرضه. نعم. يقول: ما حكم الدخول على بنت عمي أو بنت خالي سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدخول على بنت العم سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة إن كان مع خلوة ليس عندهما أحد فهذا حرام ولا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، اتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.